أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة، ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكم دايما معنا. سلام. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. الحمل خارج الرحم أعراضه تشبه إلى حد كبير بداية الحمل الطبيعي، زي الغثيان والتقيؤ والصداع والتوتر في الثدي وأعراض تانية مهمة زي انقطاع الدورة الشهرية وألم في أسفل البطن ونزيف مهبلي بكميات قليلة والدوخة والضعف العام في الجسد. في الحالات المتأخرة ممكن قناة فالوب تتعرض للتلف الدائم وبالتالي التأثير على خصوبة المرأة وعدم قدرتها على الحمل مرة أخرى، وفي حالات قليلة وبالأخص عند عدم أخذ العلاج المناسب قد تتعرض حياة المرأة للخطر بسبب النزيف والألم الشديد. اكتشاف الحمل خارج الرحم في وقت مبكر يمنع الخطورة على صحة الأم. أهلا بكم. كلمة تخوف جدا، حمل خارج الرحم. ليه تخوف؟ لأنه ديت وطبعا هي مهتمنة قوي، لأن الإكتوبيك بريجننسي ممكن في سيتويشن معين يحتاج الى رعايه وطب حالات حرجه، يعني هيجيلنا، فهنا تكمن العلاقه انه ممكن ان المساله تقلب بكارثه. كلنا عارفين حاله المنوي وهو بيتحرك يروح يعمل البويضه في ثلث الثالث وبعدين بعد كده يعملوا جنين والجنين يتحرك ويدخل في بطانه الرحم ويتزرع. في حاجه بتحصل غامضه لغايه دلوقتي تخلي هذا الجنين لا يزرع داخل الرحم، لا يزرع داخل الرحم، وبالتالي يحدث حاجة اسمها حمل خارج الرحم. حمل خارج الرحم دي ليها أساطير وحكايات، في حالات سجلت حمل خارج الرحم تحوصل والجسم تعامل معها على أنه حالة مناعية وعزلوا عن الجسم وفضل سنين واكتشف بالصدفة البحث اكتوبيك بريجننسي. لكن زي ما قلت لكم دي منطقه في البطنه في طب الحالات الحرجه منطقه شديده الاهميه. النهارده هنقرب من هذه المنطقه بالدراسه والتوثيق ونشوف نسبتها قد ايه، وهل هي لو اتكررت ايه دلالتها، وليه عيلات في عيله وفي ست معينه يبقى عندها هذه الحاله متكرره حمل خارج رحم مرتين ثلاثه ليه؟ ده سؤالي اكيد الاولاني. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الاسم اللامع والذي يمتعني بحواره دائما ومناقشاته الثرية
الغنية ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء وتأخر الإنجاب والأستاذ بكلية الطب قصر العيني واستشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا دكتور أيمن. وحضرتك قلت كلمة في النص كده، الحمل خارج الرحم لسبب مجهول، ليه قلت كده؟ لأنه في حاجة ساعات حالات بنتابعها في ما عندهاش أي مشكلة. صح صح. أنابيب سالكة. صح. رحم كويس. صح. حالة مبيض جيد. صح. ومع ذلك بيحصل لها حمل خارج الرحم، المعضلة واللغز اللي بتكرر. ما ده اللي احنا عاوزين بقى نقول عليه للنهارده، ان هو هل فعلا ده لغز وفعلا في دي حالات مالهاش سبب ولا في سبب؟ وبعدين بتيجي الحاله عندنا في 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 الامرجنسي في الطوارئ، في الطوارئ بتيجي بتسيبها سودة. اه بالظبط. وساعات بتيجي بتشخصها غلط. اه بالظبط، تشخص انها زايده مثلا. تطلع في الاخر حمل خارج الرحم. ده اللي احنا عاوزين نتكلم النهارده، حته الحمل خارج الرحم. وعلى فكره هو نسبته مش كتيره قوي، يعني عشان خاطر ما نخضش الناس، بس عشان احنا ما شاء الله في مجتمع عدد سكانه كتير فبنشوف الحالات دي كتير. هو نسبته قد ايه على فكره؟ واحد لكل 200 حمل. واحد لكل 200 حمل، يعني كل 200 حمل بيحصلوا واحد منهم بيكون حمل خارج الرحم. اضرب بقى في ملايين البشر، فطبعا اكيد بنشوف حالات كتير عندها حمل خارج الرحم. هيفرق اذا كانت الست اللي حملت حمل خارج الرحم ده كان الحمل حمل تلقائي عادي ناتشرال ولا حمل عن طريق الحقن المجهري؟ لا مش هيفرق. يا يعني ممكن تكون عملت حقن مجهري وحملت لكن الحمل كان حمل خارج الرحم. ايوه. ليه؟ هو انتوا مش في الحقن المجهري بتزرعوا الجنين في الرحم؟ اه صح، بنزرع في الجنين في الرحم، بس مش بنعمل زي ما الفلاح العظيم بيعمل ان هو يحفر الارض ويرمي البذره ويردم عليها، لا خالص. احنا بنحط الجنين في المنطقه المناسبه على سطح بطنط الرحم، على سطح بطنط الرحم، والجنين من نفسه هو اللي بيغرز نفسه. في جنين بقى شقي مجرم، لا ما يغرزش نفسه في الحته اللي هو محطوط فيها، ده هو يروح ناحيه الانابيب. عارف دي بقى دكتور ايمن فعلا اللي احنا على كلامك مش لاقيين لها تفسير لحد دلوقتي. طب ده احنا زرعنا الجنين في الرحم، اثبت بقى الجنين في الرحم. لا، ممكن تلاقيه خرج بره الرحم وعمل حمل خارج الرحم. فمهم قوي ان احنا النهارده نتكلم عن الحمل خارج الرحم في العموم، سواء كان حمل عادي تلقائي او عن طريق الحقن المجهري. المنطقه دي هتخليني اقول ان معانا طبعا ضيفي يعني متميز للغايه واسم مهم في مراكز الرياض، الدكتور طارق الحسيني، مدرس امراض النساء وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر عيني واستشاري علاج تاخر الانجاب بمراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. اهلا بيك دكتور طارق، منورنا. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. سؤالي عن الخطوره، يعني هل حمل خارج الرحم بهذه الدرجه من الخطوره؟ انا نوهت انه هو خطر، لانه اكيد طالما هيدخل انه يوصل الانتنسيف كير او يدخل طب الحالات الحرجه، يبقى ده موضوع احنا اكيد دخلت فيه البطنه مع تاخر الانجاب. بس الخطوره ايه من ناحيه النساء وبرضه تاخر الانجاب؟ الحقيقه دكتور ايمن الاول برضو عايزين نبدا الاول يعني ايه اصلا حمل خارج الرحم. تمام. الحمل خارج الرحم ببساطة شديدة هو زراعة الجنين في أي مكان في الجسم بعيد عن مكانه الطبيعي. هو إيه المكان الطبيعي؟ إحنا لو بسطنا خالص قلنا الرحم كده ليه جسم وليه عنق رحم ببساطة شديدة. المكان الطبيعي هو تجويف الرحم في المكان اللي هو جسم الرحم اللي هو الجزء العلوي من الرحم. إذا زراعة الجنين في أي مكان تاني غير المكان ده، ده بنعتبره حمل خارج الرحم أو حمل في مكان غير طبيعي. يعني مثلا الحمل في عنق الرحم ده يعتبر حمل خارج الرحم. حمل في مكان قيصرية قديمة، اتزرع في مكان قيصرية قديمة، ده يعتبر حمل خارج الرحم. على المبيض في البطن، ده كله معناه حمل يعني يندرج تحت اسم حمل خارج الرحم. وإن كان أهم مكان بيحصل فيه حمل خارج الرحم وبيحصل في 95% من حالات حمل خارج الرحم هو أنابيب فالوب. طيب إيه خطورة إن يحصل حمل؟ وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. طب إيه خطورة إن يحصل حمل في أحد أنابيب فالوب؟ احنا كلنا عارفين وظيفه انابيب فالوب ان ده اللي بيحصل فيها الاخصاب، هو ده اللي بيحصل فيها التقاء الحيوان المنوي بالبويضه عشان يكون جنين، وبعد كده الجنين بينتقل من الانبوبه الى الرحم. الانبوبه دي هي دي وظيفتها. الانبوبه غير مهيئه، ربنا مش خالقها عشان تتحمل الحمل ده. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجدار بتاعها ضعيف، عضلاتها
ضعيفه. اذا لكن الحمل نفسه لو اتزرع جوه الانبوبه ده، لا ده كيس الحمل ده بيكبر كل ما ده بيكبر اكتر، ده بيحصل ستريتش، بيحصل شد في جدار الانبوبه لغايه في الاخر ما بيحصل حاجه اسمها انفجار في الانبوبه، وده بيؤدي الى نزيف، قد يؤدي الى نزيف شديد جدا داخلي قد يودي في الاخر بالحياه. فدي خطوره الموضوع، ان الانبوبه غير مجهزه ان يحصل فيها حمل والحمل ده يكبر بالشكل ده. ده خليني اقف عند نقطه الخطوره الشديده دي. التشخيص لحاله زي دي بقى له قيمه كبيره جدا. تمام. هو يعني قبل ما نفتح مجال التشخيص اتكلمنا عليه دكتور طارق، هو الاسباب في عجاله شيء مهم جدا. الانابيب الضيقه طبيعتها ضيقه ممكن تعمل حمل خارج الرحم. لكن اهم سبب بيعمل حمل خارج الرحم هو التهابات وصلت للانابيب، سلفنجايتس، ميكروب وصل الانابيب. الميكروب لما وصل الانابيب ما خلاش الاهداب اللي بتشتغل جوه الانبوبه اللي هي تزق البويضه وتوصلها للرحم، الاهداب دي ما بقتش شغاله، وعشان اهداب مش شغاله فالبويضه اتخصبت في الانبوبه واتزرعت في الانبوبه وحصل حمل خارج الرحم. الميكروب اللي وصل الانابيب عمل التهابات الانابيب، وصل عن طريق الدم، وصل عن طريق مهبليا على الرحم. والاشهر ان الميكروب ده يتشعل على خيوط ويركب على سلم ويطلع يوصل لحد الانابيب. انا بتكلم عن حاجه اسمها ايه، لوب لولب. ودي الصوره المشهوره جدا، ان حاله تحمل بكل سلامه وسهوله وتولد، وبعد الولاده يتركب لوب، وبعد اللوب ما يتحط سنه او اتنين او ثلاثه يتشال عشان عاوزه تحمل، تستنى سنه اتنين تيجي تحمل يحصل لها حمل خارج الرحم. السيناريو ده مشهور جدا 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 جدا. فعشان كده احنا بنقول لا، خلي بالكم يا جماعه، الحمل خارج الرحم ده وارد ان هو يحصل لاي حد، سواء كانت حملت وولدت قبل كده او ما حملتش وولدت قبل كده، لان اشهر سبب للحمل خارج الرحم هو التهابات الانابيب. لما يحصل هنشخصه ازاي؟ ده هيبتدي يتكلمنا عنه دكتور طارق. دكتور ايمن، الدكتور طارق، برضو هرجع للنقطه اللي انا كنت عايز يعني أأكد عليها، بما ان الحاله قد تكون خطيره فالتشخيص له قيمه كبيره جدا. طبعا يا دكتور ايمن، التشخيص المبكر والتشخيص الصحيح طبعا ده مهم جدا. التشخيص، هو مشكله الحمل خارج الرحم ان هو ليه اشكال كتيره، يعني ملوش شكل واحد، يعني ممكن الحاله تجي لنا بكذا شكل. بس احنا عشان نفهم تشخيص الحمل خارج الرحم لازم نكون عارفين معلومتين مهمين جدا. المعلومه الاولانيه، ودي هتفيدنا بعد كده لما نشرح التشخيص، اول حاجه ان الكيس الحمل بيظهر جوه او داخل تجويف الرحم عن طريق السونار المهبلي، لما اختبار الحمل اللي هو البي تي اتش سي جي الرقمي يكون اكتر من رقم معين، هو 1500. بمعنى ان لو في حاله اختبار الحمل بتاعها مثلا 2000 وعملنا سونار ولقينا الرحم فاضي مفيش كيس حمل، ده يدينا فكره ان في احتمال كبير جدا يكون ده حمل خارج الرحم. المعلومه الثانيه ان الحمل لما بيكون هيلثي، بيكون كويس، يعني حالته كويسه وبيكون موجود في المكان الطبيعي اللي هو تجويف الرحم اللي احنا قلنا عليه، الطبيعي ان اختبار الحمل الرقمي هو بي تي اتش سي جي ده بيزيد بنسبه معينه 66% كل 48 ساعه. بمعنى ان الحاله لو عملت حمل اختبار الحمل النهارده رقمي في معمل معين مثلا طلع 700، عملته بعد بكره في نفس المعمل وفي نفس الوقت طلع مثلا 850، ده ما زادش بنسبه 66%، معنى ان هو يزيد بس بنسبه اقل من 66%، ده يدينا فكره ان ده احتمال كبير جدا يكون برضو حمل خارج الرحم. طب ازاي احنا بنشخص حمل خارج الرحم؟ هو في هنتكلم عن الشكل الكلاسيكي، هو في اشكال كتيره لكن الشكل الكلاسيكي ان هي حاله جالها الدوره اتاخرت عليها، عملت اختبار الحمل طلع ايجابي، بتشتكي من الام في الحوض، يعني في جنب من الجنبين احد الجانبين اليمين او الشمال، استنت مثلا اسبوعين لغايه بتعمل السونار بتاع اول سونار حمل، وراحت تعمل سونار عند الدكتور، ممكن تكون بتشتكي من بعض النزيف، الدكتور بيعمل لها سونار مهبلي عشان يشوف الحمل، لقى ان الرحم فاضي مفيش اكياس حمل. في الحاله زي دي بيبص بعد كده على الناحيتين، على الناحيه اليمين والناحيه الشمال، الاماكن اللي بيكون فيها الانابيب، ممكن يلاقي كذا صوره، ممكن يلاقي كيس حمل واضح، احيانا بنشوف كيس حمل موجود بجنين بنبض، احيانا بيكون باين في الانبوبه، احيانا بيكون تاثير الحمل هو اللي باين، يعني تاثير الحمل خارج الرحم، بمعنى ان الانبوبه دي حصل لها الاسترتش اللي قلنا عليه اللي هو الشد، وحصل انها انفجرت وادى الى تجمع دموي يبدا يظهر بالسونار، ممكن نلاقي كمان نزيف داخلي، يعني في دم، في سائل جوه الحوض.
ففي الحاله زي دي على حسب حاله المريضه، يعني قد نحتاج نعمل اختبار الحمل الرقمي عشان نعرف او نتاكد اكتر من التشخيص، ان احنا نعمل تحليل رقمي لو لقيناه اكتر من 1500 مع وجود رحم فاضي ده كده خلاص بنشخص ان هو حمل خارج الرحم. احيانا بنعمل السونار مش بنلاقي لا كيس حمل لا جوه الرحم ولا خارج الرحم، في الحاله دي بنعمل اختبار الحمل الرقمي لو حاله المريضه تسمح بنعمل اختبار الحمل الرقمي النهارده مثلا، بنعمله بعد 48 ساعه ونشوف بيزيد بنسبه قد ايه. وعاده برضو في حمل خارج الرحم زي ما قلنا بيزيد بنسبه اقل من 66% وبنشخص عن طريقها الحمل خارج الرحم. الخلاصه ان هي حاله عندها تاخر في الدوره، ده الكلاسيكي ان هو دوره حاله عندها تاخر في الدوره مع اختبار حمل ايجابي مع وجع مع نزيف بعد الوجع، تعمل سونار نلاقي الرحم فاضي ونلاقي اثار او الحمل خارج الرحم او الحمل خارج الرحم نفسه. ديت الانفستيجيشنز العلاج لحاله ممكن تكون خطره على حياه الست. طبعا مهم قوي ان احنا نشخصها بدري، كل ما شخصناها بدري كل ما فرص ان احنا نحافظ على الانبوبه هيكون اعلى. عشان كده مهم ان احنا نتابع في بدايه الحمل بحاجتين، اختبار حمل بالارقام ونشوف الهرمون هرمون الحمل وصل لرقم كام، وسونار مهبلي. ايوه سونار مهبلي في اول اسابيع الحمل مفيش اي ضرر ولا قلق منه خالص، كل ده عشان خاطر اشوف كيس الحمل داخل الرحم. لان لو هرمون الحمل علي ووصل لرقم معين وعملت سونار ومش باين كيس حمل بالسونار داخل الرحم، والرقم ده قاله دكتور طارق 1500، لو هرمون الحمل وصل 1500 وما فيش كيس حمل بان في السونار في الرحم خلصت فهو حمل خارج الرحم. طيب لو قبل ال 1500، لو قبل ال 1500 بشوف الرقم ده بيزيد بنسبة قد ايه، لو ما زادش بنسبة معينة يبقى ده غالبا حمل خارج الرحم. شخصناه بالطريقة دي، ودي اسهل واسرع وادق طريقة اللي هو استخدام الحاجتين دول، اختبار الحمل بالارقام وبالسونار، يبقى نعالج. لو لحقناه بدري يبقى بحقنة بسيطة خالص اسمها ميتوتريكسيت، ده الاسم العلمي ليها، قضينا على الحمل، حصل ضمور في الحمل وحافظنا على الأنبوب. لكن لو الحالة جات لنا متأخر وهتبقى المشكلة ان حصل انفجار في الأنبوبة والانفجار ده عامل نزيف شديد، لا دي اللي هتقول، دي اللي زي ما حضرتك قلت عليها في اول الحلقه، دي اللي هتخش الطوارئ عشان تعمل جراحه اكيوت ابدومن، دي حاله لازم نلحق وننقذ حياتها ونفتح البطن ونشوف مصدر الدم ونقفله فورا اللي هي الانبوبه المنفجره. ودول الصراحه يعني احنا بنشوفهم قليل، الحالات اللي هو تشخيصها بدري خالص خالص والحالات اللي تشخيصها متاخر جدا جدا. اما الحالات اللي معظم هي الحالات اللي بيكون حصل حمل خارج الرحم وهرمون الحمل عدى أرقام كبيرة وكيس الحمل كبر، لا حل معها إلا المنظار. المنظار هو المثالي في استئصال الحمل، والأغلب هو استئصال الأنبوب. وبنوه على نقطة مهمة جدا دكتور أيمن في النقطة في النقطة ديت، إني لما نعمل المنظار وسواء استئصلنا الحمل وحافظنا على الأنبوبة أو استأصلنا الأنبوبة نفسها، فده لا يحمي الزوجة إن يحصل لها حمل خارج الرحم في الأنبوبة الأخرى. هو إحنا قلنا السبب إيه؟ أشهر حاجة التهابات الأنابيب، في ميكروب وصل. التهابات الأنابيب عادة إن بتضرب بالبلدي كده بتضرب الأنبوبتين، يعني الأنبوبتين متأثرين، واحدة حصل فيها حمل خارج الرحم، خلي بالك أيتها الزوجة، إحنا لحقنا وأنقذنا حياتك المرة دي وشلنا الأنبوبة قبل ما تنفجر وتعمل لك نزيف، بس خلي بالك إن ممكن يحصل حمل خارج الرحم في الأنبوبة التانية، لأن الأنبوبة التانية فيها التهاب زي ما حصل التهاب في الأنبوبة الأولانية. يبقى يبقى المنظار هو الأساسي في تشخيص وعلاج بطانة الرحم المهاجرة. يبقى إذن في منطقة مهمة، بما أن الانفكشن أو الالتهاب واحد من الأسباب الهامة والخطيرة جدا لحدوث هذا الأمر، ينبغي أن نراعي أنه مثلا لا قدر الله أنه لو في أماكن في العالم فيها علاقات غير أو خارج نطاق الزواج، ده معناه أنه فرص الحمل خارج الرحم هتبدأ تزيد في حالة الانحلال وخروج العلاقة خارج نطاق الزواج. ده لو في مناطق في العالم ادت حرية للحكاية صحيح. دي صحيح. نحذرهم انه حمل خارج الرحم سيكون حالة مش كل 200
تبقى اكتر من كده. ده حقيقي. صح ده حقيقي فعلا. وفي مجتمعنا الملتزم موضوع منتشر زي ما قلت لحضرتك اللولب وتاثيره على ده الانفكشن بطريقه ثانيه. بالظبط كده. بالظبط كده. العدوى بطريقه من خلال اللولب. بالظبط كده. هنذهب الى داخل يعني مركز الرياض عشان نشوف تجارب نجاح مميزة للغاية. انت نورتنا. وتجارب نجاح لحقنا قبل ما يحصل لها مشكلة مع الحمل الخارج الرحم. طبعا. ضيف العزيز الأستاذ دكتور هشام الشاعر نورنا وشرفنا. وضيف العزيز دكتور طارق الحسيني نورتنا وشرفتنا. ويبقى الحوار ممتد خارج نطاق المألوف بس مش خارج نطاق الرحم. تمام. لا ده في نطاق الحوار حول أسباب تأخر الإنجاب وكيفية رفع نسب نجاح الحقن المجهري. خليكم دايماً